شيرين وحسام الأبرز. الطلاق بيسجل حضور قوي بين ثنائية الوسط الفني في 2023. سجل الطلاق رقم قياسي وحضور قوي بين ثنائية الوسط الفني في سنة 2023. زيجات مختلفة في قصصها وتفاصيلها وفترة استمرارها، كان الانفصال نهايتها، عشان تكون 2023 مليانة بكواليس حالات الطلاق بين النجوم، اللي منهم أنهى جوازه بشكل هادئ والتزم الصمت، وفي اللي رفض الصمت وحب انه يكشف الخلافات بتصريحات على السوشيال ميديا، ومنهم اللي تجاوز التصريحات ووصل لتحرير المحاضر وساحات المحاكم. ومن أبرز حالات الطلاق اللي جمعت بين كل ردود الأفعال دي وأثارت الجدل هو طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، مش بس عشان كان الطلاق التاني ليهم في 5 سنين جواز، ده كمان عشان الخلافات والتصريحات والمشاكل اللي ظهرت في أوقات كتير خلال جوازهم، لدرجة إن هي وصلت لساحات القضاء لما اتهمت شيرين طليقها حسام حبيب بعد الانفصال الأول بسرقة عربيتها والتعدي عليها، وبعدها اتنازلت عن كل الشكاوى وأعلنوا جوازهم مرة تانية عشان توصل لنفس النتيجة في النهاية بطلاق حضاري جديد في ديسمبر 2023. وقبل قصة شيرين وحسام كان الجمهور متفاجئ بنهاية واحدة من أطول زيجات الوسط الفني واللي استمرت 14 سنة، طلاق الفنان يوسف الشريف وإنجي علاء، واللي كان طلاق حضاري فعلا بمعنى الكلمة، تم في هدوء من خلال بيان مشترك نشره كل واحد فيهم على السوشيال ميديا، وأكدوا خلاله استمرار علاقة الود والاحترام المتبادل بينهم تقديرا لسنوات العشرة الطيبة. وكمل الطلاق الحضاري الهادئ مع هنا الزاهد وأحمد فهمي اللي انفصلوا بعد 4 سنين جواز، وكمان طلاق الفنانة غادة عبد الرازق من جوزها مدير التصوير هيثم اللي انتهى بعد أقل من 2 سنين جواز في صمت، ورفض الطرفين كشف تفاصيل الانفصال عشان تكون آخر انفصالات سنة 2023 الهادئة مع الفنانة بشرة وجوزها سالم هيكل اللي أعلنت الانفصال بشكل رسمي وأكدت انتصار صداقتهم على الحب، لتبدأ بعدها سلسلة من حالات الطلاق اللي أثارت جدل كبير جداً بعد ما كشف النجوم عن خلافاتهم وكواليس انفصالهم بتصريحات متبادلة. وجي في الصدارة طلاق الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل بعد جواز استمر 12 سنة، وده بعد ما كشفت بسمة ان السبب في الطلاق هي هالة عمر مديرة اعمال تامر حسني، واتهمتها بانها السبب في خراب البيت وهدم حياة اولادها. ومن تامر حسني وبسمة بوسيل لأحمد سعد وعليا البسيوني اللي اتصدم الجمهور بخبر طلاقهم، خصوصا بعد نجاح احمد سعد وتألقه اللي رجع الفضل فيه لمساندة زوجته ووشها الحلو عليه، عشان تكمل صدمة الجمهور مع كشف علياء بسيوني لسبب الطلاق لما هجمت احمد سعد واتهمته انه ما صانش العشرة وما اهتمش ببنته المريضة. وبعدها شهد الجمهور على سيل من التصريحات اللي اثارت الجدل مع انفصال مغني المهرجانات مسلم عن زوجته ميكا البغدادي بعد اقل من سنة جواز، لكن مع طلاق الفنانة بوسي وهشام ربيع موقفش الموضوع عند التصريحات دي، ده امتد لغاية لما وصل لأقسام الشرطة. فبعد ما هشام أعلن انفصاله عن بوسي بعد أقل من 2 سنين جواز بسبب تخليها عنه في أزمته، وصلت الخلافات بينهم لتحرير كل منهم محضر سب وقصف ضد الآخر بعد مشاجرة وقعت بينهم وانتهى الأمر بالتصالح أمام جهات التحقيق. وأخيرا كان طلاق مغني المهرجانات حسن شاكوش وريم طارق اللي كان ترند الأيام بسبب الخلافات بينهم اللي وصلت للمحاكم.